السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا نسخة جديدة من موقع تعدين الروبل. الموقع ده كان فيه نسختين نازلين منه وقعدوا فترة يا شباب شغالين، يعني أنا ودعت في واحد 100 روبل، كان الحد بتاع الأدنى بتاعه 100 روبل، والحمد لله عديت الإيداع بتاعي، سحبت منه أكتر من 200 روبل، وبعد كده الموقع حصل فيه مشكلة وبطل يدفع. الموقع التاني برضه ودعت فيه 10 روبل وسحبت منه فوق ال60 روبل، وبعد برضه حصل فيه مشكلة. فالنسخة دي جديدة يا شباب، اللي عايز يستغلها يستغلها في أولها، هو إيداع واحد بس في الأول وما تحطش أكتر من كده، وبعد كده تتابع أرباحك وسحبك من الموقع لا غير. يعني ما تجيش بعد أسبوع ولا 2 من شرح الفيديو وتحط فيه، شوف التاريخ بتاع الفيديو وبعد كده اودع في الموقع في اوله. حابب ان انت تودع، دي حاجه ترجع لك انت في اوله. الموقع قال الموقع اقل حاجه فيه في الايداع هي 10 روبل، والسحب من 5 روبل يا شباب، تمام. وفي مجموعه الفي كي اهي، لو انت في اي مشكله عندك تقدر تتواصل معاهم على مجموعتهم في الفي كي اهي يا شباب زي ما انتم شايفين. وكده هنبدا شرحنا على الموقع ده. شكل الموقع يا شباب، وهنا الموقع افضل 5 مستخدمين في مستثمرين مستخدمين للمشروع يعني، وده شكل الموقع من الخارج يا شباب. طبعا الموقع زي ما انتم شايفين كده بيدعم جوجل انزيس، يعني في اعلانات بتنزل له، فعشان كده بيكسب من الاعلانات. فالمواقع دي بتطول شوية، يعني ممكن يشتغل معانا شهر اسبوعين حسب ما يكون، المهم احنا نستغله في اوله، تمام يا شباب. يا ريت اللي يتابع يشتغل، يعني يشوف الفيديو للاخر عشان يستفاد من يعني ايه كلمة بسيطة ممكن تفوتك تخليك تحط في الموقع، الموقع عدى عليه شهر وتحط فيه وتبص تلاقي نفسك بتخسر، فتلاقي الشرح كده ما افادكش، فانت استفدت في الموقع في اوله. فيخش كده يا شباب على الموقع، وزي ما انتم شايفين كنت مسجل في الموقع من حوالي يومين كده، ومن هنا بتجمع ارباحك زي ما انتم شايفين. الرصيد بتاعي من هنا بجمع ارباحي بالشكل ده، وفي مكافأة بتاخدها من هنا كل ساعة بتحصل عليها. ايه هنترجم باللغة العربية. اول حاجة يا شباب الخزينة اللي احنا كنا عليها في الاول اللي هي قدامنا ديت، طبعا من هنا السحب، بس الحد الادنى للسحب 5 روبل. لو دوست على السحب كده هيدخلك على الخانة دي، بتحط هنا الرصيد بتاعك وتعمل طلب سحب اقل حاجة 5 روبل. من هنا التجديد الرصيد اهو يا شباب كده. نخش للايداع من هنا، بنيجي هنا نحط المبلغ اقل حاجة 10 روبل. انا هعمل ايداع ب20 روبل يا شباب، وهعمل تقديم ايداع، وان شاء الله اول ما اوصل لحد الادنى باذن الله ممكن اعمل لكم ليه اثبات سحب. هنا الربح بتاعي زي ما انتم شايفين هيبقى 2 روبل 61 سنت غير الخطة المجانية اللي هو مديها لنا على 20 روبل يا شباب. هنعمل كده هنأكد، هيحولنا للمحفظة، هنختار الروبل هنقول له اوكي. اه يا شباب كده تم الايداع. هنرجع للحساب بتاعنا، هتلاقي هنا الايداع بتاعك اهو، وادي الربح بتاعك بقى 2 روبل و87 سنت في اليوم، وهنا السرعة بتاعتك، تمام يا شباب. بعد كده قلنا من هنا المكافأة، ومن هنا هنترجم كده، دي اعلانات، ضغط على الاعلانات دي بيبقى مكسبها لوحده. بعد كده من هنا رابط الاحالة بتاعك، ده رابط الإحالة يا شباب بتاعنا اهو، تاخد 13%. وبعد كده اخر حاجة معانا ده رقم محفظة، ومن هنا السحب، وشوفنا السحب وشوفنا كل حاجة كده في الموقع. وبكده اكون انتهيت من الشرح يا شباب. اللي حابب يشتغل على الموقع، الموقع متهيأ لي ما بيسحبش غير لازم تعمل استثمار ب10 روبل يا شباب. فاللي عايز يشتغل عليه في اوله ممكن يودع على 10 روبل ويشتغل بقى ايه لحد ما الموقع يحصل فيه اي حاجه ويفضل يسحب عليه. وبكده اكون انتهيت من الشرح. لو عجبك الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.